السلام عليكم أعزائي الطلبة، موضوعنا في الجزء الثالث من المحاضرة الثانية لـ Mass Transfer Operation Diffusion in Gases، هو example الثاني لتفسير ميكانيكية المادة هي Diffusion of Species A through Non-Diffusion of Species B. نلاحظ الـ example الموجود قدامنا هنا، عندنا مادة الأمونيا. هنا اعتبرها هي المادة A، هو كاتب لكم إياها، بس ترى طلاب مو دائما يبين لكم بأنه المادة اللي هي دي تنتشر ويكتبها بصفها هي المادة A، بس هنا معطول كاتب الأمونيا للمادة A، هي معناتها يقصد بها هي اللي المادة الأساسية هي اللي دي تنتشر، فيعتبر الأمونيا هي المادة A، هي دي تنتشر خلال stagnant layer للمادة الثانية اللي هي الأير. المادة الثانية اللي هي الاير، واعتبر الاير هو المادة بي، الثيكنس اللي يصير به عملية الانتشار يعني الطول الزيت هو 1 سنتيمتر بدرجة حرارة 25 سنتيغريد، وننتبه بأنه درجة الحرارة هي بالسنتيغريد، ودائما احنا من نريد نطبق بالقانون ما نطبقها بالسنتيغريد، لازم نحولها الى كلفن، وبالإضافة إلى الضغط الكلي لهذا النظام هو 1 أتموسفير. قال لنا بالسؤال بأنه البارشل بريشر للمادة A على سطحي الستاجننت لاير اللي هو PA not مطينا إياه، وأيضا مطينا الـ PA 1، هي كتسميات مختلفة ولكن نفس المبدأ. هنا الـ PA not اللي مطينا اياه هو يمثل لكم الـ PA 1 حسب الرموز اللي اخذناها سابقا، والـ PA 1 هنا هو يمثل لنا الـ PA 2، فهنا اخذها كرموز تختلف، هي PA not و PA 1 اللي تمثل لكم الـ PA 1 والـ PA 2 سابقا، فيعني لا تتفاجئون طلاب، هو فقط رموز ولكن المعنى واحد. مطينا هنا بانه قايل بالسؤال الاير از نون ديفيوزنج، الاير از نون ديفيوزنج، هاي الملاحظه تبين لنا بانه احنا بدنا نشتغل على النظام الثاني، على الميكانيكيه الثانيه، بانه الماده الاولى هي دا تنتشر بالماده الثانيه، الامونيا دا ينتشر بالاير، ولكن الاير الهواء ما ينتشر بالامونيا. اوكي طلاب، هنا قال لنا اياها صراحه، عن طريق هاي الملاحظه راح نعرف بأنه هي الميكانيكية الثانية، بس انتو خليها ببالكم طلاب، مو شرط هاي الجملة تكون موجودة على مود نعرف هي الميكانيكية الثانية، احنا نقدر نعرفها اذا ما موجودة نقدر نعرفها يعني بأنه هذا السؤال هو كميكانيكية ثانية، لأنه هاي الملاحظة شوي انتبهوا عليها، لأنه بأنه دي يقول المادة الأولى اللي هي الأمونيا دي تنتشر بالهواء، اذا معناتها السيستم مفتوح، النظام مفتوح، من يكون النظام عندنا مفتوح معناتها نطبق الميكانيكية الثانية، أما إذا كان النظام مغلق تطبق الميكانيكية الأولى. المطلوب من عندنا بالسؤال 3 مطاليب، أول واحد The Molar Flux of NH3 اللي هي أقصد بها المولار فلكس، يعني يقصد بها الفلكس اللي يقصد بها Rate of Evaporation اللي يقصد بها Rate of ترانسفير، يعني قيمة الـ NA كابتر. المطلوب الثاني مولر اند ماس افريج فيلوسيتي فور ايتش سبيشيز، يعني يقصد بها بانه سرعة المولات وسرعة الكتلة لكل مركب اللي اخذناها بالمحاضرة الاولى، نعرف الماس والمولر فيلوسيتي. المطلوب الثالث below the partial pressure distribution of NH3 and air along the diffusion path. هنا يريد الرسم اللي تعلمناه بالجزء الثاني من هاي المحاضرة الثانية اللي هو الكيرف شلون يسلك سلوك البارشل بريشر بعلاقته ويا من ويا الزيت. مطيني بالسؤال قيمة الـ DAP، لاحظوا الوحدات مالته بالسنتيمتر سكند، ومعطيني ايضا هو قيمه الار بالسنتيمتر والاتموسفير،
وانتبهوا بأنه مو دائما الآر يعطينا إياه، بس هنا مساعدنا ومعطينا إياه بالسؤال. فلاحظ وحدات السؤال تقريبا متجانسة، فنبدي نحل. المطلوب الأول مولر فلكس أوف NH3 اللي هو قيمة الـ NA. نلاحظ بأنه كل المعطيات الموجودة بالسؤال أو كل اللي هي نقدر نطبق بها مباشرة القانون اللي هو قانون الـ NA يساوينا DAP Total Pressure على الـ RT في 1 على دلتا Z في لين P total ناقص الـ PA 1 على P total ناقص الـ PA not. سابقا كنا نقول P total ناقص الـ PA 2 على P total ناقص الـ PA 1. هنا لأنه رموز فرضها علينا رموز، هنا رموز بأنه الـ PA 1 هنا قال عليها PA not، والـ PA 2 قال عليها PA 1، فنعوض مثل ما هو مطينا بالرموز بالسؤال. الـ DAP مطينا اياه بالسؤال، Total Pressure مطينا اياه بالسؤال، الـ R مطينا اياه بالسؤال، الـ Temperature مطينا اياه بالسؤال، بعد ما نحولها إلى كلفن، الـ Z مطينا اياه بالسؤال اللي هو 1 سنتيمتر Thickness، الـ P Total قلنا مثل مطينا اياه بالسؤال، والـ PA Not مطينا اياه، والـ PA 1 مطينا اياه، فكل المعطيات اللي بالسؤال نقدر نستخدمها بالقانون ونعوض بالقانون نوجد قيمة الـ NA. نوجد قيمة الـ NA. هذا السؤال اللي موجود به اللي السؤال الفرع الأول من عنده المطلوب من عنده تقريبا احنا نطبقيه بالإكزامبل الأول اللي أخذناه بالجزء الثاني من هاي المحاضرة الثانية. هو مو هذا الفرع المهم كفكرة جديدة، وإنما الفرع B و C هو راح نشوف شلون نبدي نشتغل لإيجاد المطالب. فرع B مولر اند ماس افريج فيلوسيتي لكل مركب. شلون راح نبدي نوجد هذا المطلوب من السؤال؟ نريد راح نبدي اول شيء بالمولر افريج فيلوسيتي. المولر افريج فيلوسيتي سابقا احنا اخذنا قلنا اذا اريد اطلع المولر افريج فيلوسيتي راح بما انه انا عندي خليط فاقول الفلكس توتال فلكس الان توتال اللي موجود هنا منين جاي؟ جاي من احد القوانين للفلكس اللي هي اخذناه بالجزء الاول من المحاضره اللي هي سرعه الخليط اليو ام مضروب في التوتال كونسنتريشن. سرعه الخليط مضروب في التوتال كونسنتريشن. سرعه الخليط اللي هي المولر، هذا سرعه الخليط ايش راح تكون هالمره؟ توتال فلكس على total concentration. total flux على total concentration. total flux الموجود بالاعلام هو من جاي؟ total flux من الflux اللي mass transfer rate molar flux اللي هو rate of transfer للمادة الأمونيا زائدا من هو الاير. فاذا total flux هو عبارة للمادة الاولى زائدا للمادة الثانية Na زائدا للMb. هذا total flux على total concentration. زين عرفنا التوتال فلكس اللي يحصل بها الفلكس مع المادة الأولى زائدا المادة الثانية اللي هو الفلكس. شنو تفسيره مثل ما نعرف؟ هو عبارة عن انتقال مادة، عبارة عن انتقال مادة. بما أنه أنا الميكانيكية وقال لي بالسؤال بأنه الهواء المادة الثانية هي مدى تنتقل، لأن هو الميكانيكية الثانية عبارة عن عدم انتقال أو انتشار المادة الثانية. إذا الفلكس مال المادة الثانية قيمة الـ MB يساوي قيمتها صفر، فأقدر أحذف قيمة الفلكس مال المادة الثانية فقيمة الـ MB يساوي صفر. فش راح يبقى لي من الـ UM؟ يبقى لي الـ UM شي يقول؟ يبقى لي NA على Total Concentration. NA على Total Concentration. أوكي. الـ NA أبقيها مثل ما هي، والـ Total Concentration أنا ما عندي، راح شنو احولها الى توتال بريشر على الار في تي اللي هي باستخدام القانون العام للغازات. زين باستخدام القانون العام للغازات. هسه راح ابدي اكمل. احنا هسه نريد نطلع المولر افريج فيلوسيتي اللي هو اليو ام. وراها شو اقول؟ اقول اليو ام يساوي لنا
1.922 في 10 السالب 5 اللي أقصد بها شنو هاي؟ اللي أقصد بها قيمة من وين؟ هذا قيمة الـ NA. منين جبت قيمتها؟ طلعتها من الجزء الأول من المطلوب اللي هو الفرع A على التوتال بريشر على الـ R في التمبريتشر، كله موجود متوفر عندي، وبالتالي وجدت قيمة المولر افريج فيلوسيتي. وجدت قيمة المولر افريج فيلوسيتي. هذا الجزء الأول من المطلوب الثاني. الجزء الثاني من المطلوب الثاني هو الماس افريج فيلوسيتي. لإيجاد الماس افريج فيلوسيتي شلون راح ابدي اوجده؟ اقول الماس افريج فيلوسيتي راح ارجع همين على قانون الفلكس، الـ NA شي يساوينا الـ UA في الـ CA. راح اوجد قيمة الـ UA. اوجد قيمة من وين؟ اوجد قيمة الـ UA. الـ UA شي يساوينا NA على CA. والـ NA مثل ما عرفنا سابقا منين جاي الـ NA؟ الـ NA منين جاي؟ جاي من الـ UM في الـ Total Concentration. وانزل الـ CA. اوكي؟ الـ UM يبقى مثل ما هو C total على CA هو من هو؟ هو المول فراكشن للمادة A، بالعكس بالمقلوب، لأن أعرف المول فراكشن هو عبارة عن الجزء على الكل اللي هو CA على C total. هنا عندنا مقلوب C total على CA، فمراتها راح يصير المول فراكشن بالأسفل، المول فراكشن بالأسفل. أن اللي غير معلوم، الغير معلوم هو المول فراكشن الـ YA. الـ YA مثل ما قلنا سابقا هو عبارة عن partial pressure للمادة A على total pressure. مطيني الـ partial pressure ومطيني الـ total pressure، راح أوجد قيمة من هو الـ YA. أوكي؟ أريد أوجد قيم الـ UM. مين جاي الـ UM؟ خليط جاي من سرعة المادة A وسرعة المادة B. سرعة المادة A أقدر أوجدها، سرعة المادة A مثل ما موجود الـ UA. الـ UA هو عبارة عن الـ UM على الـ YM، مثل ما قلنا هذا القانون، مثل ما قلنا القانون بأنه الـ YA هو YM، العفو الـ UA هو الـ UM على الـ YA. الـ UM أني من جايبها؟ حصلتها من المولر أفريج فيلوسيتي قيمتها 0.47 والـ YM هو 0.9، فوجدت قيمة الـ UA not. هذا سرعة المركب A بالخليط. أرجع أقول أريد سرعة المركب B. المركب B هو ثابت مدى ينتشر، إذا سرعته شنية؟ صفر. سرعته شنية؟ صفر. فهسه شو أقول؟ عرفت سرعة المركب الـ A إيش قد؟ والمركب البيش قد؟ أقول الماس أفريج فيلوسيتي اليو منين جاي؟ الماس أفريج فيلوسيتي القانون السابق اللي أخذناه بالجزء بالمحاضرة الأولى، أقول الماس أفريج فيلوسيتي هو عبارة عن واحد على التوتال ماس كونستريشن اللي هو الرو توتال مضروب في حاصل جمع رو في اليو لكل مادة. الرو في اليو لكل مادة. أوكي؟ المثل ما موجود قدامكم. بس المادة بي قلنا ثابتة غير متحركة، معناتها اليو بي قيمتها شنو؟ صفر. اليو بي قيمتها صفر. فراح ينحذف هذا الجزء الثاني. فش بقالي من الماس افريج فيلوسيتي اليو؟ بقالي اليو اي في الرو اي على رو توتال. الـ UA أنا مطلعها وجدت قيمتها، الـ UA أنا وجدت قيمتها اللي هي 0.52، مقال الـ Rho A والـ Rho Total. كثافة أطلعها من القانون العام للغازات، كثافة المادة A والكثافة الكلية اللي هي الـ Rho A PA في الوزن الجزيئي على الـ R في الـ T، والـ Total Rho هو Total Pressure في Molecular Weight مال الخليط على الـ R في الـ T. أذني القانونين وين راح اعوضهم؟ اعوضهم باليو الماس افريج فيلوسيتي. من عوضتهم ده تلاحظون هنا احذف الثوابت اللي هي الار والتي،
وبعدين اقول طلع لي بي اي على توتال بريشر، هذا من وين؟ هذا مول فراكشن واي اي. فصار القانون مثل ما تشوفون بالاخير قيمه اليو هي عباره عن اليو اي في المول فراكشن مال ماده اي في الوزن الجزيئي مال ماده اي على الوزن الجزيئي الكلي للخليط. فهذا هو الماس افريج فيلوسيتي. شنو بعد عندي مجهول؟ عندي فقط مجهول هو قيمة الوزن الجزيئي الكلي للخليط. هنا طلاب راح نحتاج مثل ما قلنا الوزن الجزيئي الكلي للخليط، فضمن هذا القانون الوزن الجزيئي لكل مادة مضروبة في المول فراكشن لتكل مادة. أنا عندي مثل ما قلنا نعرف مادتين اللي هي الأمونيا في والإير، فإذا أضرب الوزن الجزيئي مال الأمونيا في المول فراكشن مالتها زائدا الوزن الجزيئي مال الاير في المول فراكشن للاير، فوجدت قيمة الوزن الجزيئي للخليط اللي هو 18.2، وبالتالي وجدت كل المعطيات الموجودة بالسؤال بالقانون. فراح أطبق القانون لإيجاد قيمة الماس افريج فيلوسيتي اللي هو عبارة عن اليو اي اللي هو 0.52 في المول فراكشن مال الأمونيا اللي هو 0.9 في المولكولار ويت مال الامونيا اللي هو 17، اقسم على الوزن الجزيئي للخليط اللي هو 18.2، راح اوجد قيمه الماس افريج فيلوسيتي اللي هو 0.439 سنتيمتر بير سكند. هذا هو الجزء الثاني من المطلوب الثاني من السؤال. المطلوب الثالث من السؤال وهو المطالب المهمه ايضا هو ايجاد التوزيع للبارشل بريشر للمادتين للمادة A والمادة B خلال المسافة خلال السيستم في لعملية الانتشار. مثل ما قلنا سابقا في الجزء الأول من المحاضرة الثانية أكو القانون لإيجاد الـ NA، راح نبقي قانون عام يربط بين من وبين من بين البارشل بريشر بالحالة اللي أنا أريد أي مسافة هو يطلبها. شلون وعرفنا ايضا في نهاية الجزء الاول من المحاضرة الاولى الرسم شلون راح يكون يرسم لتلك المعادلة. نفس الحالة هنا طلاب هو طالبها عندنا بالسؤال، نطبق القانون الفلكس اللي طبقناه بالجزء الاول من هذا السؤال. نطبق قانون الفلكس الـ NA اللي طبقناه بالجزء الاول من السؤال من هذا السؤال. قيمة الـ NA نفس القانون اطبقه، اعوض به كل شيء، اعوض به كل شيء ما عدا، انتبهوا طلاب، ما عدا قيمة الـ PA اللي هي PA2 اللي وما عدا قيمة الـ Z، ما عدا قيمة الـ Z حتى الـ NA اللي موجودة هنا. شوفوا هذا خليت السهم فوقها، حتى الـ NA الموجودة هنا أعوض بها قيمتها. منين أجيب قيمة الـ NA؟ من الفرع الأول اللي هو A من هذا السؤال، هو ثابت الـ NA خلال النظام كله هو ثابت. فكل شيء أعوض بالسؤال نفس القانون، نفس القانون مال فرع A لهذا السؤال أعوض به كل شيء، كل شيء أعوض به، فقط الـ PA2 أعوض عنه الـ PA والـ Z أيضا أخليه مثل ما هو زد بدون أرقام. فنلاحظ بأنه من أعيد ترتيب هاي المعادلة أعيد ترتيبها أحصير المعادلة الموجودة ضمن المستطيل الـ PA هي function المن للزد، الـ PA function المن للزد. إذا بقالي بالمعادلة فقط PA وزد، فقط PA وزد. أوكي شلون أبدي أرسم حسب هاي المعادلة الموجودة بالمستطيل؟ وهاي المعادلة تابعة لمن؟ للمادة A، عوضنا عنها للمادة A، والدليل عندي يقول الـ PA الـ partial pressure مال المادة A function of Z. شلون أبدي أعوض قيمة الـ Z اللي أخذناه بالسؤال وهو مطينا إياه؟ قيمة الـ Z قيمتها شقد حيكون اللي هو مطينا إياه بالسؤال؟ قيمته يساوي لنا 1 سنتيمتر. هذا قيمة الزيت مطيني اياه انا بالسؤال. شلون ابدي احل؟ اسوي جدول بين من وبين من؟ بين الزيت وبين الـ PA وبين الـ PB.
الزيت ابدي بيه اشتغل بالزيت. الزيت مطيني قيمته 1 سنتيمتر، راح اخذ قيم مختلفة تبدي من الصفر وتنتهي بيش بالواحد، وخلالها قيم معينة. هاي القيم لنفرض تاخذوها بوينت 2 بوينت 4 الى ان توصلون المن للواحد. ناخذ الزد اللي هو قيمته شنو؟ صفر. وين اعوضه؟ اعوضه بالمستطيل بالقانون. من اعوض قيمة الزد صفر، ايش راح يطلع لي؟ الاكسبوننشال الباور مالته حيكون قيمته صفر، فالاكسبوننشال حيكون قيمته واحد، فالاكسبوننشال قلنا واحد حيكون، فيبقى لي بي اي يساوي واحد ناقص 0.1، فالبي اي حيطلع قيمته 0.9. اوكي، قيمه البي اي هي 0.9. نجي من اخذ قيمه الزد 0.2، اعوض الزد بال 0.2 اضربه في ال 2.197، واخذ الاكسبوننشال اضربه في ال 0.1 اطرحه من الواحد، حيطلع لي قيمه البي اي هي 0.84. هاي قيمه البي اي. الا واستمر، ارجع اقول الزد 0.4، اقول الزد 0.6، اقول الزد 0.8 الى ان اوصل للواحد. ليش اخذت واحد؟ اتوقف للواحد لان هو الزد مالتي الباث اللي عمليه الانتشار على طول بس بده يقول لي 1 سنتيمتر. فاخذ من الصفر ابدي الى الواحد سنتيمتر. تقدرون انتم تقسمون الزد كل ايش قد قيمه تاخذوها، انا اخذتها كل 0.2 0.2 الى ان وصلت للواحد. اعوض الزد بالقانون، اوجد قيمة البي اي، اوجد شنو؟ قيمة البي اي. من اجي ارسم الاحظ اول مرة الجدول مال البي اي شنو قيمته؟ البي اي قيمته حيكون تناقصية، فالبي اي هو دا يتناقص، فلهذا الرسم مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة هنا رسم بخطأ الرموز. حيكون نشوف اكو كيرف دا يتنازل دا ينزل دا يتناقص، بانه اذا البي اي هو هذا الخلية الخط، هو مو بي بي نوت، هذا المفروض يكون بي اي نوت، بي اي نوت ويبدي ينزل. هذا حيكون بي بي العفو بي اي فاينل. اوكي، حزت زد العفو البي اي، اذا يبدي يتناقص. هذا التناقص هو مو بي بي وانما بي اي. اوكي زين، شلون نرسم اللي هو خط الدي الصاعد؟ وهذا الدي الصاعد هو مو بي اي نوت، هذا بي بي نوت، وهذا مو بي اي واحد، هذا بي بي واحد. بي بي واحد اللي هو خليت الشفط جوا البي اي واحد الاعلى شيء، لا هذا مو بي اي واحد، هذا بي بي واحد، لانه الدي الصاعد هو هذا الكيرف تابع للبي بي. هاي القيم شلون اوجدها على مود ارسمه هذا الكيرف الدي الصاعد؟ عادة احنا مثل ما تعرفون بانه مثل ما قلت سابقا، لاوجد قيمة البي بي، اوجد قيمة البي بي هو عبارة عن البي توتال ناقصا البي اي. البي توتال ثابت، مطيناه بالسؤال، هذا قيمته ثابتة، هذا متغير، هذا البي اي متغير. من اجيب قيمه؟ اجيب قيمه منها، كل قيمة البي اي اني واجده ارجع اعوضه وين؟ هنا اوجد قيمة البي بي. اخذ القيمة الثانية مال البي اي، اوجد القيمة الثانية مال البي بي. فكل قيمة للبي اي اكو يقابلها قيم للبي بي. بما انه البي اي هو دا يتناقص، اذا البي بي دا يزايد، فلهذا الكيرف النازل هو تابع للبي اي، والكيرف الصاعد هو تابع للبي بي. هذا يمثل لكم الديستريبيوشن، التوزيع البارشل بريشر للماده اي والماده بي خلال منو مسافه معينه اللي هي قد قيمتها 1 سنتيمتر، اللي تبدوها قيمها تفرضوها من الصفر وتنهوها
إلى 1 سنتيمتر حسب أنتم قد تريدون تقسمون الزيت حسب ما. أكو واحد يقول أنا أريدها كل بوينت واحد وأبدي أصعد، أكو واحد يقول بوينت اثنين، أكو واحد يقول أعطيها مثلا بكيفكم. فالتقسيمات بكيفكم، كل ما كانت التقسيمات أكثر كل ما كان وضوح التوزيع مال البارشل بريشر يكون أفضل. هذا هو المطلوب الثالث من السؤال. يا رب تكونون قد استفدتم من المعلومات والمعطيات والملاحظات الموجودة ضمن هذا السؤال. وفي النهاية أستودعكم الله في محاضرة جديدة من الماس ترانسفير أوبريشن. نكون هنا قد أنهينا المحاضرة الثانية من الماس ترانسفير أوبريشن، اللي هي أنهينا توضيح الميكانيكية الثانية لأربع أنواع من الميكانيكيات. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نبدي بالميكانيكية رقم 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.